هذه قصص القرآن للأطفال، زي ما أنتم شايفين هذه القصة صدق مرة أنا عجبتني، فعشان كذا اليوم جايبت لكم إياها. طبعاً هذه القصص فيها 12 هذا الكتاب يعني فيه 12 قصة من القرآن. أول قصة ناقة صالح، الثانية القمر والضفادع، الثالثة ذو القرنين، الرابعة أصحاب الأخدود، الخامسة أصحاب الجنة، السادسة مريم بنت عمران، السابعة لقمان الحكيم، الثامنة الفيل وطير الأبابيل، التاسعة حمار العزيز، العاشرة أصحاب الكهف، الحادية عشر بقرة بني إسرائيل، الثانية عشر هدهد سليمان. زي ما أنتم شايفين اليوم أنا راح أقرأ لكم قصة هدهد سليمان عليه السلام. فيلا راح أقرأ لكم. وهب الله سبحانه وتعالى سيدنا سليمان عليه السلام فهم لغة الطير، وبينما هو يتفقدها ذات يوم لم يرى الهدهد، فقال: أين ذهب دون علمي؟ سأعاقبه عقابا شديدا بعد رجوعه. وبعد قليل عاد الهدهد وأحنى راسه متواضعا لسيدنا سليمان عليه السلام، فسأله: أين كنت أيها الهدهد؟ قال الهدهد: كنت في بلاد لا تعرفها، وقد جئت بنبأ عظيم. قال سليمان عليه السلام: وما البلاد التي كنت فيها يا ترى؟ قال الهدهد: إنها مملكة سبا. قال له نبي الله سليمان: وماذا رأيت هنا؟ قال الهدهد: الناس يسجدون للشمس من دون الله، وتحكمهم ملكة اسمها بلقيس، ولها عرش عظيم. فقال سليمان عليه السلام: أيها الهدهد، سأرسل معك كتاب إلى الملكة بلقيس، تلقيها أمامها ثم تنظر لتخبرني ماذا ستفعل. حمل الهدهد الكتاب، وعندما وصل مملكة سبا طار إلى قصر الملكة وبحث عنها، فوجدها جالسة على عرشها، فألقى أمامها الكتاب. تعجبت الملكة من أمر الهدهد وفتحت الكتاب، وكان فيه أنه من سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فزعت الملكة بلقيس، فعقدت اجتماعا طارئا لوزرائها، وقالت لهم: أيها الوزراء، أشيروا علي، ماذا أفعل؟ إنني في حيرة من أمري. قال لها إحدى وزرائها: إننا قوم أشداء، إن شئت أعددنا جيشا قويا. فقالت لهم: أيها الوزراء، أعلم أن الملوك إذا دخلوا قرية هدموها وخربوها، والرأي عندي أن نبعث إلى سليمان هدية وننظر ماذا سيفعل. أرسلت بلقيس هدية عظيمة إلى سيدنا سليمان عليه السلام، وصلت لم يقبلها، وقال لمن يحملها: ألم تأتوني مسلمين؟ سأرسل لكم جيشا عظيما لا تستطيعون محاربته. وعندما علمت بلقيس برفض سليمان عليه السلام هديتها، وأنه سيرسل لها جيشا لمحاربتها، بعثت إليه أنها قادمة للقائه. فقال سليمان عليه السلام لمعاونيه: من يأتيني بعرش الملكة بلقيس؟ قال إحدى معاوني: سأحضره قبل أن يرتد إليك طرفك. وعندما حضر العرش وصلت الملكة بلقيس ورأت العرش، قالت: كأنه عرشي. ودخلت القصر، وكان من الزجاج الأبيض النقي يجري من تحته الماء، فظنته نهر، فكشفت عن ساقيها فدهشت، وقالت: ربي، إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان الله رب العالمين. وبس.